الرحيم. آمين. الحمد لله رب العالمين. آمين. والعاقبة للمتقين. آمين. والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. آمين. اللهم ربنا يا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. آمين. وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. آمين. وأهدنا ووفقنا إلى الحق وإلى طريق مستقيم. آمين. ببركات ختمات القرآن العظيم. آمين. وبحرمة حبيبك ورسولك الحليم. واعف عنا يا كريم. واعف عنا يا رحيم. واغفر لنا ذنوبنا وذنوب آبائنا وأمهاتنا يا رحمن يا رحيم. اللهم زينا بزينة القرآن. وأكرمنا بكرامة القرآن. وشرفنا بشرافة القرآن. وألبسنا بحلعة القرآن. وعافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة بحرمة القرآن. وارحم جميع أمة محمد بحرمة القرآن العظيم. اللهم اجعل القرآن لنا في الدنيا قرينا. آمين. وفي القبر مونسا. آمين. وفي القيامة شفيعا. آمين. وعلى الصراط نورا. آمين. ومن النار سترا وحجابا. آمين. وإلى الجنة رفيقا. آمين. وإلى الخيرات كلها دليلا وإماما. بفضلك وجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين. اللهم نور قبره. وسهل سؤاله. ويمن كتابه. ويسر حسابه. وثبت قدميه على الصراط. وادخله الجنة مع الأبرار. آمين. برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين. اللهم بلغ ثواب ما قرأناه ونور ما تلوناه. آمين. بعد القبول منا. آمين. هدية واصلة وتحفة كاملة. آمين. إلى روضة منبع الصدق والصفاء الشفي الورى. سيدنا محمد المصطفى. آمين. صلى الله عليه وسلم. وإلى أرواح جميع الأنبياء والمرسلين. وإلى أرواح آلهم وأولادهم وأزواجهم وأصحابهم وأتباعهم رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. وإلى أرواح كل من السادات سلسلة الطريقة العلية النقشبندية والقادرية والسهروردية والششتية والكبروية والرفاعية والشاذلية والخلوتية والجلوتية والمولوية والمشاقية وسائر الدرغ قدس الله أسرارهم علي. وخاصة إلى روح أخينا المحسلم العامل الكامل الفاضل صاحب التقوى الحاج فقير الله. وإلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأبنائنا وبناتنا وإخواننا وأخواتنا وعمنا وعماتنا وخالنا وخالاتنا وجدنا وجداتنا ولأساتذتنا ولمشايخنا ولأقرباء تعلقاتنا ولمن وصانا بالدعاء الخير. وإلى أرواح جميع المؤمنين والمؤمنات. آمين. والمسلمين والمسلمات. آمين. الأحياء منهم والأموات. آمين. برحمتك يا أرحم الراحمين. وسلام على المرسلين. وسلامة على الحاضرين. والحمد لله رب العالمين. الفاتحة مع الصلوات.
صلاة الله عليه وسلم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم.